خلال الأيام القادمة، وفلكي يتوقع إعصارا ستشهده اليمن سيبدأ من هذا الموعد. تفاصيل مرعبة فلنتابع. توقع خبير طقس يمني الحالة الجوية التي ستشهدها مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة. وقال خبير الطقس جميل الحاج اليوم إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة متوسطة على نفس النطاق الذي تهطل كل يوم تعز ولحج، ومناطق من تهامة والمرتفعات فوق تهامة، مناطق من الضالع وإب وريمة وشرق الحديدة قد تتوسع لأبين وغرب شبوة ومناطق أخرى والمرتفعات وأقصى غرب صعدة. وأشار إلى أن يومي الجمعة والسبت من المتوقع أن تتحسن غزارة الأمطار بنفس النطاق، ومن يوم الاثنين والثلاثاء يدخل منخفض جوي أو اضطراب مداري من المهرة ويتعمق نحو حضرموت حتى غرب اليمن. بعده يبدأ تحرك إعصار في بحر العرب. أصبحت المؤشرات 60% يضرب سلطنة عمان بحسب الفلكي الحاج، ورغم ذلك تظل توقعات مؤقتة بشأن دخوله سلطنة عمان، وستتغير التوقعات وفق الحاج. وأكد أن ما يهم اليمن من ذلك هو هذه الفترة التي تسبق تشكل الإعصار من يوم الجمعة 11 أكتوبر حتى تاريخ 18 أكتوبر، وخلالها ستتضح التوقعات لما بعد 18 أكتوبر بشأن تحرك الإعصار